احنا هسه حاليا على الكورنيش، هذا الازدحام اللي هتشوفوه الازدحام على جسر العتيق، جسر القديم احنا نسميه. لان البارحه جسر النصر وجسر الحريه طلعوا عن الخدمه مثل ما تعرفون يعني. هسه بقت بس الجسر الرابع وجسر العتيق والخامس بس عبره يعني من الايسر على اليمين. فالازدحامات اليوم سبت وحتشوفون الازدحامات يعني ازدحامات حيل حيل فظيعه يعني. هسه الموصل الايمن والايسر ببث ثلاث جسوره فقط. القديم هسه شوف هتشوف الازدحام وهتشوفون الوضع يعني شلون العالم. هسه اليوم سبت يعني باكر احد دوام رسمي شو يعني العالم شلون راح، الطلاب المدارس الجامعات العالم شلون راح تعبر يعني. فاحنا نطالب من خليه الازمه قائد العمليات وقائد الشرطه والدكتور مزاحم الخياط يعني اهم شيء الجسوره. هسه حاليا بالموصل اهم شيء الجسوره. خالي اول شيء اليوم السبت، البارحه الجمعه، لا اليوم بها الهون. نعم البارحه الجمعه بعطله ماكو احد، انقلبت الامه. اليوم بعد ازيد. اليوم بعد ازيد. نعم. يعني اللي سبب ليش يعني؟ سبب الحكومه. نعم. الجسور خالي. نعم عجل البارحه بالله عليك اريد بس مكان نعبر نزله العوائل الاطفال هنا. نعم. واحنا شغلنا هذا جسر الحريه، هذا الحريه، هذا النصر، هذا الحريه الشال. أيه. النصر شالوه البارحه بالشفرات، روح على العتيق واصل الى وادي حجر. يعني اللي متى نظل هيجي؟ والله وكيل تدمرنا يعني، لا اكل لا شرب لا شغل لا عمل. لمتى نظل المحافظ هسه؟ شلنا المحافظ، غير المحافظ جيبوا لنا هاي ثلاث سنين بالله عليك ما سووا لنا جسر. يعني هاي حاله يعني لمتى نظل هيجي؟ اول شيء ابدي بالمستشفى، ابدي بالجسر. احنا وين احنا شغلنا؟ هذا شغلنا على باب الله. المواطن متبهدل، الامه متبهدله، يعني لمتى نظل هيجي؟ خلصونا عاد، تريد تخلصونا اقتلونا اخي. اخي اقتلونا على الوايج فيضان يشيلنا. الله وكيل ملينا. يعني هسه هاي من الساعه 5 الصبح لحد الان، تصلي هنا يعطيك 1000 دينار يقول لك روح، جسر مسدود. هاي العالم كلها على باب الله. كيف باكر احد شو راح يصير؟ يعني الا تنقلب الامه العربيه. هل عنده مريض؟ الله وكيل هسه جماعه شالوهم على ظهرهم. زتيتهم هنا عبروهم على ظهرهم. يعني ما يصير، والله ملينا، صار ملل عندنا، يجي المحافظ حط بجيبه فيها مال لا. يعني تغضب يعني حرام. مشكلتنا الجسر الله وكيله. نعم اي هالجسر عاد تشوف الازدحامات، هذا الضيم ام ورا الفيضانات والماي، عم نتعذب حيل والله. نعم على الواتر شاونا صوره حال، والله عم نتعذب حيل. نعم. يعني نعم. الموصل كلته على جسرين بس، غير يسوون جسر الثالث، ما اريد كل شيء بس جسر الثالث يسووه، عصب المدينه جسر الثالث. ادري احنا وين عابرين، ما تقول لي وين عابرين؟ على فلسطين رايحين. هاي وضعيتنا، هاي وضعيه الموصل، شو تسوي يعني؟ هاي هذا حال البلد، وصلنا لهذا الحال يعني، مو كنا هالشكل بس وصلنا لهذا الحال. هاي الوضعيه اللي عندنا احنا. شو تطالبون؟ شو تطالب؟ نطالب بكل شيء والله. من ناحيه الشوارع، الجسور، الخدمات، كل شيء ماكو. ترى عايشين بقدرة الله احنا. قدرة الله عايشين. نحن كنا بمأساة. الحمد لله خرجنا من هاي المأساة، بس وقعنا بمأساة بعد أقوى منها، بس ما عاد بين علينا. والحمد لله.